تجمع بريكس. مصر انضمت رسميا يوم الخميس اللي فات مع السعودية، الإمارات، إيران، إثيوبيا، الأرجنتين. أحسن. ست دول بالإضافة لخمسة المؤسسين، نتكلم على روسيا، بنتكلم على البرازيل، بنتكلم على الصين، بنتكلم على الهند، بنتكلم على جنوب أفريقيا. أدي 11 دولة. هل النهاردة امبارح ماكرون كان بيتكلم وقال لازم ناخد بالنا من هذا التجمع وتأثيره علينا؟ هل احنا قدام نظام عالمي حقيقي جديد؟ نتكلم نظام سياسي اقتصادي، والرئيس الصيني بيتكلم على عسكري. رايحين فين العالم امام هذا التجمع؟ قراءة في الواقع وليس قراءة في الفنجان. نعم. ان هناك تغير في جيوبوليتيك العالم. بريكس بالمناسبة تعني المكافئ الموضوعي لصحوة أمم الجنوب. فكرة الجمود والخمود أو التكرار والاجترار بدأت شعوب العالم ترى أنها لم تعد فاعلة. الجمود والخمود بمعنى الاستكانة. نعم. لأن يكون العم سام هو رئيس مجلس إدارة العالم. حتى وإن كان لا يزال بالفعل رئيس مجلس إدارة العالم، ولكن هناك شيء يتغير. الأقدار لا تكتب بقرارات، إنما تكتب بأفعال على الأرض. بريكس ماذا يعني؟ يعني 44 تريليون دولار اقتصاد الدول الخمس، هذا قبل انضمام الدول الست، يعني 42% من عدد سكان العالم. نعم. يعني 27% من التجارة العالمية. نعم. ويعني 10 مليون كيلو متر، 40 مليون كيلو متر مربع من مساحة جغرافيا العالم. حكما شيء ما تغير وسيتغير. هذا تكتل. هل هو تكتل سياسي همه الأكبر مشاغبة أمريكا الغرب أمريكي؟ لا. لا أظن. أنا أظن أنه من يعطي الخبز يعطي الشريعة. ليس الجيوش فقط من تمشي على بطونها. زي ما قال نابليون بونابرت، اليوم الشعوب أيضا تمشي على بطونها. لذلك الهم الأكبر لبريكس، البنك التنمية الجديد بدأ ب 2015. نعم. وأعطى بالفعل 40 مليار دولار قروض تنمية ميسرة، مش هنقول قروض حسنة، إنما على الأقل هناك شبكة شراكة كانت بين الدول الخمس، منها ثلاث أو أربع من كبار جيوش العالم. الحضور الديموغرافي والجغرافي يساعد على أن هذا التكتل، ولو لاحظنا أنه يغيب عن التكتل الشعاراتية الديماغوجية السياسية، إنما هناك هدوء وهناك عقلانية، وهناك حتى وإن كان لابد أن تكون هناك سياسة. السياسة والاقتصاد صنوان لا يفترقان. نعم. إنما هناك تنسيق بهدوء في محاولة لبناء مدماك ضمن النظام العالمي الجديد. الجملة الأخيرة عن النظام العالمي الجديد، الوضع الحالي أستاذ أحمد، أفضل توصيف لي ما قاله المثقف العضو الإيطالي أنطونيو جرامشي: القديم آيل إلى الزوال والجديد لم يولد بعد. وبين القديم والجديد في هذه المنطقة تحدث الكثير من القلاقل والاضطرابات. كان مفاجأة لحضرتك انضمام مصر، ولا كان متوقعا أن مصر هتكون ضمن هذا التجمع الكبير بدون تزيد؟ أيوة. وبدون شوفينية؟ أيوة. عقلا ونقلا وقولا واحدا. اللي ما يفكرش ياخد درة التاج هذه الجغرافية، أنا أظن أن يبقى خارج سياقات الجغرافيا والديموغرافيا. الجغرافيا نصية العالم. الديموغرافيا 100 إلى 110 مليون نسمة قادرون. نعم. على أن يكونوا قوة فاعلة ومحركة. نعم. تراتبية القوات المسلحة. نتكلم شوفينية، أنت تتحدث عن دولة مركزية لم تتغير حدودها أو سدودها من 7000 سنة بدون أدنى، وإن كان للمرأة يعني أن يفاخر أو يجاهر بالشوفينية، إنما بلا شك هذا الوزن يفهم من الدول العظمى، يفهم من الصين. كانوا دايما الصينيين يقولوا لنا إحنا التابعين ليكم في الحضارة،
لما نتكلم عن الخروج للنهار وحكمة أمينوبي يجي بعدينا كونفوشيوس ب 2000 سنة واحنا وهم بنعمل 7000 سنة. ايه النتائج؟